فما زيادة في عدد الغرقة مع كامل الأسف على الشطوط، يلزم مزيد تدابير لاحتياطات أكثر، حرص على الناس، وكذلك على مستوى الحرائق في الغابات، على مستوى كذلك الطرقات، فما جرحى فما قتلى، العدد قاعد يزيد، والحماية المدنية قاعدة تخدم بكل صراحة. يلزم تكاتف كل المجهودات باش ينقص عدد الضحايا في كل هذه المجالات. معنا سي معز تريعة، ناطق الرسمي باسم الحماية المدنية. سي معز صباح الخير، يومك سعيد. صباح الخير سي حبيب، يومك سعيد ليك وللسادة المستمعين. رغم المجهودات المبذولة من قبل الهياكل المتداخلة في المجال، ولكن النزيف قاعد يتواصل معنا. بالفعل بالنسبة لل يعني فما جهود كبيرة قاعدين مبذولة من أجل يعني تأمين يعني يعني العطلة هذه وتأمين مثلا موسم الصيف بالنسبة في المحاور الثلاثة اللي هي مثلا الطرقات وكذلك على الشواطئ وبالنسبة كذلك الحرائق الغابات والحرائق بصفة عامة. ولكن للأسف ما زلنا قاعدين نسجل في حوادث كبيرة، في عنا تدخلات هامة قاعدين نسجل فيها يوميا، يعني في 24 ساعة أو معدل تدخلاتنا هو 530 تدخل، مثلا تجاوزنا في 500 تدخل تشمل الإنقاذ تشمل الإسعاف تشمل الأطفال، يعني أكثر من 500 تدخل في ظرف 24 ساعة. في ظرف 24 ساعة بالفعل، يعني العدد تعتبره مهول. هو الحقيقة متزايد، هو خاصة ما تعرف الفترة هذه بداية مثلا الصيف وتشهد أكثر حركية طرقات مثلا، تشهد مثلا بلادنا يعني ثم عونة المواطنين بالخارج، ثم سياح، ثم يعني إقبال متزايد على الشواطئ، هذه كل الحركية هذه تخلي بطبيعة تولد بعض الأخطاء، تولد بعض الحوادث اللي مثلا يعني قاعدين ندخلوا فيها ونحاول نأمنها الكل. لكن مثلا بطبيعة أكثر مثلا جهودنا كيف نعمل خطة يعني واستعداداتنا تبدا من يعني من يعني من شهر ابريل وماي مثل الموسم هذا، سواء على الشواطئ سواء يعني الغابات لتامين المحاصيل الزراعيه ولتامين الغابات او كذلك ما تبلش بالطرقات، يعني ديما تلقانا عندنا ثم استعدادات خاصه للفتره هذه، سواء بتوظيف امكانيات مثلا من وسائل وغيره اكثر، تم اقتناء بعض الوسائل والشاحنات مثلا وتعززنا به الاسطول نتاعنا، كما مات كذلك باش انه يتم يعني باش بالامكانيات البشريه يعني حتى في توقيت العمل، كذلك حتى على مستوى يعني توظيف المتطوعين، مثلا صنعنا التجربه سي الحبيب مثلا اللي بناها السنه الماضيه وباش نكملوا فيها السنه باذن الله، هو يعني عن متطوعين اللي هما تابعين جمعيه التطوع في خدمه الحمايه المدنيه، المتطوعين هما باش يوقع توظيفهم متى الى في توظيفهم متى يعني يعملوا معنا جنبا الى جنب مع اعوان الحمايه المدنيه يعني طوال فتره الصيف، وزي كذلك باش ما يتولوا معنا يعني في عمليه يعني اطفال حرائق في الغابات. صحيح نعم. تو مثلا في حركة المرور وعلى طرقاتنا برشا حوادث نتيجة عدم انضباط في السياقة بكل صراحة، يعني أنا نفسي نشوف معناها إفراط في السرعة، ما يحترموش القانون انت على السير، وهذا يلزمه أكثر حرص من الوحدات التدخل ووحدات الحرس الوطني والأمن والشرطة وكل الناس اللي يسهروا على أمن وسلامة المواطنين. هو في الحقيقة سي الحبيب هو ماهوش بالنسبة للطرقات فقط، هو بالنسبة للسلوكيات نتاعنا مع تعديد الحوادث يمكن تجنبها، سواء حتى في يعني حتى الحرائق ولا غيرها، كذلك حتى في الشواطئ يعني تعديد الحرائق يمكن تجنبها بتعديل السلوك نتاعنا، وذلك علاش نحن قاعدين نخدموا مع مختلف الهياكل نعطيو أهمية ونخدموا على جانب التوعية والتحسيس. بطبيعة مثلا يجمع عمل كبير جدا مثلا توكيد، اذا نحن تو مثلا ناخذ مثال مثلا في الشواطئ ثم مثلا بعض السلوكيات تاع بعض المواطنين اللي لازمها تتعدل خاصة بالنسبة للمصطفين باش نتجنبوا عديد الحوادث تاع الغرق اللي نشوف فيها، كذلك على الطرقات نتاعنا كما تفضلت وقلت يعني عديد الحوادث
كما نشوفوها الناس الكل وعايشين الناس الكل على طرقاتنا، هي نتيجة معناتها لسلوكيات السواق. هذه هي مشكلة سلوكيات، مسألة وعي وثقافة. أمس عينت تقريبا مع ماضي ساعة ونص في المنزة السادس امرأة بسيارة هكا فارهة، معناها سيارة مضغمة ومسكرة البلار لأنه واضح أنها حاطة الكليماتيزور وتتكيف هي في سيجارة الإلكترونية، حرقت الضوء. يعني احنا واقفين نستناو في الضوء الاخضر ولا لا، هكا بكل هكا غرور و عنزه حرقت الضوء الاحمر، خلطت عليها في الضوء اللي بعد، قلت لها شو عملت؟ ما عملت حد شيء بالطبيعه. كيفاش تفسر الحكايه هذه؟ هو كيف تفضلت قلت لك برغم انه المراه مجبوله على اللطف وعلى وعلى الأنوثة الجميلة. هو بالنسبة للنقاط كما قلت ما سوى ما فماش فئة معينة، متى فئة عمرية معينة سلوكيات، وإلا متى يعني امرأة وإلا راجل، هذه متى سلوكيات المواطن التونسي نحن نعرفوها، معناتها اللي لازمها تتعدل، لازمها برشا خدمة متى باش على لأنه باش نحاول نعدلوا السلوك هذا نبغوا فيه، متى إنه أول حاجة على سلامته هو قبل كل شيء وسلامة الناس الآخرين. صحيح. الإنسان اللي يحرق الضوء ما تبطبيع ما تعرض نفسه هو عرض الآخرين للخطر. وكذلك لو أنت كي مثلا ناخذ مثلا مثال الشواطئ، إذا مثلا نحن كحماية مدنية والسباحين الموقعين تاعنا والعوامل الإشراف تاعهم المدنيين في النقاط متى كي نحطوا الرايات متى الرايات تعرفوها تعرفوا في الحبيب اللي هي متى تعطي متى حالة البحر مثلا راية خضراء مثلا تنجم متى السباحة ممكنة، راية حمراء السباحة ممنوعة، والسباحة متى ولا الراية البرتقالية السباحة متى يعني غير متى ممكنة متى مع ملازمة الحرارة. إذا أنت الراية تدوم نحطوهم موقود ومتى هم اليوم متى السباحة ممنوعة، فما مع الناس ما تمشي مصطفين وعائلات وغيرهم ما تيصغر على انه ما يدخل الداخل. كذلك نحن نقدر نوصيو فيهم السباحه في المناطق الصخريه وفي المتازمه معناتها حاول تتجنبها، لكن هو تقع يصغر بل اكثر من هذا يدخل في مناوشات مع السباحين الموقعين، اذا يقول له مثلا حاول ما تعومش هنا اخرج من الحجر ما هنا ما تبقاش هنا يدخل في مناوشات، وعندنا حتى بعض السباحين الموقعين اللي تعرضوا الى التعنيف اللفظي وحتى بعض الجسدي. وفما برشا يعني مئات من نقاط الحراسه على الشواطئ. بالنسبه لنا نحن بالطبيعه في الخطه نتاعنا نحن برمجنا السنه مثلا 276 نقطه 276 نقطه حراسه. صحيح نقطه حراسه هذا المبرمج وبرمجنا كذلك معناتها اعوان للعمل في النقاط هذه 2290 يعني سباح موقع. 2290 سباح موقع اي نعم للعمل على 276 نقطه بالطبيعة مع اعوان اشراف حمايه مدنيه، لكن إلى حد هذه الساعة ما زالت نسبة التركيز نتاعنا اللي انطلقنا فيها معناتها التركيز نتاعنا اللي انطلقنا فيه منذ متى يعني غرة إجوان واللي بينا فيه تركيز تدريجي ما زلنا إلى حد الآن ما وصلناش مثل النسبة نتاع 100% بالنسبة سواء بالنسبة للنقاط سواء بالنسبة للسباحين الموقرين. بالنسبة للسباحين الموقرين ما زلنا نسبة بعيدة شوي الحقيقة، ما زلنا النسبة تو حاليا وصلنا 26% فقط شوية ما من 2200 وصلنا تو ما تعملنا 500 سباح موقف فقط. نعم فما عدة عوامل الحقيقة، فما كما عامل مثل كما قلنا ما يعني انه السباحين المقرين هذوما هما الشبان واغلبيتهم طلبوا تلامذة ما بداوا ما تعرف كملوا فترة الامتحانات تو في دول تحكوا نحن قاعدين نكونوا فيهم. تعرف يا حبيب مثل حبيب وسادة المستمعين انه بالنسبة للسباحين المقرين البلديات هي اللي تتولى يعني انتدابها، نحن كحي مدنية نقدموا كل إدارة جهوية في المناطق الساحلية دوما تقدم يعني حاجيات، والبلديات تتولى هي توفير تخصيص الاعتمادات وتوفير مثل العدد الكافي من السباحين. فما في بعض الجهات ثم عزوف الشباب على الأقبال والعمل كسباح موقف بالشواطئ. علاش؟ هو في الحقيقة فما في بعض الجهات السياحية يفضل عمل كسباح منقذ بالنزل على أنه يعمل مثل كسباح منقذ في الشاطئ. العنصر الثاني هو ما يعني هو سباح منقذ بطبيعة يخلص
يخلص أي. يخلص بالشهر الشهر متاع نتاعو حوالي 500 دينار. نعم في الشهر. الحقيقة كانت من بعض الإشكالية تقل على مستوى مثلا أنه يعني السباح ممكن يخلصش في الوقت. البلدية تعطيه مثلا تعرفوا تلميذ وطالب بقى يتخلصوا أحيانا بعد يعني مش كل شهر وشهر، يعني أحيانا يقوم في نوفمبر في أكتوبر. تو حاليا جاوزنا الإشكال هذا أي. على الأقل يستفيد ويلقى ما يصرف. بالطبع هو حتى السيد هو حتى السيد وزير الداخلية في اللقاء الأخير في ندوة المديرين الجهويين الحمدانية اللي انعقدت يوم السبت أكد على أساس أنه يعني تسخير عدد الكافي من السباحين الموقرين وخلاصهم وتوفير جميع الظروف الملائمة للعمل صحيح. سواء من ناحية الإعاشة نتاعهم أي سواء من ناحية يعني التنقل نتاعهم. هذا هو المعقول، مادام خدم تخلصوا تخلصوا في أقرب وقت زادة ما توخرش عليه برش أي. وفي نفس الوقت نحاول نحن كحماية المدنية ما توفروا الظروف سواء بالتنقل نتاعهم، خاصهم بعض الشبان تلقى ما يسكنش بحر البحر بالضبط أي. تلقى في مناطق بعيدة شوية، أو كذلك فتاة بطبيعة في عدد المصباح للعشية نحاول نحن نعم. نشوفوا له الإعاشة نتاعو بطبيعة حتى لأنه الشهرية متكفيز يكتمل مثلا انت يخدم نعم. التنقل نتاعو والإعاشة اللي نعم. سي معاذ تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، على مستوى الغابات يعني فما برشا أعوانا يحرسوا في الغابات لأنه معناها نخشى من حرائق تتزايد يعني. هو بالنسبة لحراسة الغابات هو مثلا إدارة عامة الغابات هي الحقيقة اللي قاعدين مقيمين بجهود وتوفر تصيف مثلا بعض الأعوان الموسميين اللي يتولوا مثلا التأمين وحراسة الغابات نعم. وكذلك هي في إطار خطة كاملة ونحن كحين مدنية قاعدين بالتنسيق مع إدارة عامة الغابات ومختلف الهياكل، قمنا بعدد الجلسات التنسيقية خلال شهر أبريل وماي من أجل يعني تأمين الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية. الحقيقة نحن أثناء حكينا من أجل تأمين مثلا المحاصيل الزراعية والثروة الغابية حكينا 8 مراكز موسمية متقدمة بكل من ولاية الكاف جندوبة وكذلك واحدة في مرناك في بنعوس نعم. يعني 8 ذوما 8 مراكز يعني موسمية متقدمة لتقريب خدمات النجدة مثلا الوصول مثلا يعني تعرف مثلا باش نعزوا الوحدات نتاعنا اللي موجودة في المناطق هذه. إن شاء الله الخطة السلامة يعني تأتي مثل الأكل نتاعها بالطبيعة ونعود نرجع مثل النقطة اللي حكينا عليها سابقا اللي هي نقطة الوعي وسلوك المواطن اللي يمشي للغابة سواء باش يعمل كومبينغ باش يخيم سواء مثلا يعني للقيام ببعض الأنشطة في الغابات مثل تقطير الزيوت وغيره، هذيك يحاول مثلا بعض السلوكيات انه معناتها يحاول يحافظ اكثر ما يمكن على الغابه ما تسببش في اندلاع حريق. صحيح. هذا من ناحيه. نعم. ونحن تو كان تحب مثلا بالنسبه لحد هذه الساعه منذ نعطيك بعض الارقام منذ غره ماي الى حد 18 جوان تم تسجيل يعني 14 حريق بالغابه. وين مثلا؟ مختلفين والمساحه الجمليه مثلا للحرائق هذه الكل أي. هي 15 هكتار ولكن الحمد لله كلها يعني مساحات خفيفه ما ليش كبيره يعني مساحات ما تتجاوز 5 هكتار. فين سي معاذ؟ سجلنا في القروال مثلا أي. كذلك سجلنا في جهه يعني بندرت سجلنا كذلك في جهة منتزه النحلي منتزه النحلي مثلا يعني اندلع في نفس اليوم مرتين والحمد لله بحر الرياض من جهة رياض الأندلس والحمد لله شيء نتيجتها الحرائق قدم فمش أيدي خبيثة والله بالنسبة تو فما بعض يعني توكين ناخذ مثلا منتزه النحلي مثلا الحريق مثال اللي في جبل النحلي في منتزه النحلي مثلا اندلع نتيجة جلسة خمرية حسب بعض الصور مثل بعض اللي لقيناها من حاجات انه جلسة خمرية هذه حسب يعني الله الله معناها يشرب الخمر ويدخن ويلوح سيجارو بالطبيعة الحاجات الأولية مثل لقيناها مثلا هذيك على أي مكان وبالطبيعة التحقيقات هذيك باش تبين مثلا يعني ستكشف الأمر نعم صحيح نعم.
سي معاذ، نحب في الأخير الإشارة إلى من أسباب عفوا الإفراط في السرعة، من أسباب حوادث المرور عدم استعمال حزام الأمان أيضا، مثال برشا ناس ما يستعملوش حزام الأمان، يتكلموا في التليفون وهما يسوقوا ويتجراوا، وهذا مش معقول. ما نحكيش عاد أنا لول متقلق من في الحي اللي نسكن فيه في منزل إلى المنازه، الدرجات النارية الضخمة في الصباح الباكر أو في آخر الليل، برشا شباب ماذا بينا ماتهم وباتهم يربيهم شوية ناقصين تربية هذوما، لأنهم يستعملوا في الدرجات النارية بك الأصوات المزعجة، تقلق الطفل الرضيع، وتقلق المرأة الحامل، وتقلق الرجل الكبير اللي يرتاح. مش معقول، واحنا واحد يرقد ومخر وباش يقوم يخدم بكري ويزيد يزعجه بالموتور هذا متاعه، ما فهمتش يقصد، معناها يتباهى انه عنده موتور شكل للطياره اللي يسوق فيها. هو هذا كل يرجع ما تتابعه هو كما تحكينا في كله نتاجع في السلوكيات اللي كان هذا كله متومة المحافظة على سوى يعني ماذا بين الأمن في جهة المنازه ينتبهوا إلى هذا الأمر. ما نحكيوش عاد على كل أصحاب الشاحنات اللي يلوحوا بقايا البناء هكا بسرقة، والغريب في الأمر خويا معز أنه بعض الكماين ما فيهاش ترقيم من التالي، ما فيهاش، فماش لوحة انت على الترقيم. والله كيما نحكي لك يوم بسيطة، وهو تعجيب بالنسبة للشرطة البلدية الحقيقة، وبالنسبة كذلك للوحدات الأمنية كان قايمين بالمجهود في النقطة هذه، وإن شاء الله ما إن شاء الله هذوما لكل إنسان مخالف هذه يتم الرد نتاعو، هذا الرد هو الحل. هذا هو. شكرا سي معاذ تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، وإن شاء الله صيف آمن ويومك سعيد.